فعاليات ثقافية فنية ورياضية ومعارض للتراث تجتمع كل عام في مهرجان القلعة والوادي الذي حافظ على استمراريته رغم ظروف الحرب. يقام المهرجان سنوياً وتقام فعاليته في مختلف قرى منطقة الوادي، ويأتي هذا المهرجان تتويجاً لجهود تبذلها وزارة السياحة والمحافظة والفعاليات الاجتماعية. يشمل المهرجان ككل عام عدد من الفعاليات التي تنشط السياحة في المنطقة، بعضها يرتبط بالفعاليات الاجتماعية والرياضية وبعضها الآخر فنية. يتضمن جدول اليوم الأول لهذا العام عدد من المعارض إلى جانب فعالية تراث الضيعة، إضافة إلى عدد من النشاطات المختلفة فيما تتوزع الحفلات الفنية والنشاطات الرياضية والاجتماعية على باقي الأيام. ويعتبر مهرجان القلعة والوادي من المهرجانات السياحية التي تعكس نبض الحياة المستمر والإرادة لدى السوريين للحفاظ على حضارة بلدهم.